أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في عنا مجاهر جديد، الأخ أحمد سندبات من العراق، والحلقة راح تكون عن سجون داعش. خلونا نرحب بالأخ أحمد. أهلا وسهلا فيك أخ يا أحمد. أهلا وسهلا بك أخ جان ومشاهدينك وبرنامجك الرائع. أهلا وسهلا فيك أخي. أعزائي المشاهدين، أنا بعتذر، يعني امبارحة كانت حلقة مع أحمد، الصوت كمان كان شوي يعني رديء للأسف. بصراحة يعني حاولنا نتجنب هالمسألة هي، فما تأخذونا على مسألة الصوت، وآسفين كمان مرة ثانية على حلقة شيء، وأكيد نحن راح نسجل حلقات مع شيء، حلقات قادمة بالقريب العاجل. أخي أحمد، نحن تعودنا انه كل ضيف يقدم نفسه ببطاقة تعريفية، إذا بتقدم نفسك للجمهور كيف تعرف على نفسك؟ تفضل. أنا أحمد عراقي من جنوب العراق، عمري 26 سنة، الدين السابق إسلام، دين أبي، بس أنا يعني لحد اليوم يعني ما داخل بالدين، مثل ما تقول رجل دين، يعني متدين، ما صرت لهالدرجة يعني لهالمرحلة، بس إحنا من عائلة مسلمة يعني محسوب مسلم. أها. إذا أحمد، إذا بتقدر تحكي لنا عن نشأتك الدينية، نشأتك، المحيط اللي كنت عايش فيه، الناس اللي حواليك، طبيعة الثقافة، طبيعة الناس اللي حواليك، تفضل. البيئة اللي عايش بها أنا بيئة مسلمة، يعني مسلمين خالص، ماكو غير المجتمع مالي غير المسلمين، ماكو كل ديانة يعني ثانية وياها. المجتمع اللي ساكن بيها أنا مجتمع شيعي، ونفس الأديان كلها، يعني نفس الأديان، ما يختلف عن المسيح او الصبة او اليهود، نفس الاديان. نشأنا احنا الاب والام، اول يعني نشوء الحياة، هم يعلمونا شنو الدين. يعني احنا نعرف، ما يعلمنا الحياة، يعلمك خاف من ربك، خاف من رسولك، احسن شخص يموت شهيد. وبنفس الوقت انا راح احكي لك في الشيء اللي هو يعني حرفنا عن الدين، وانا ضليت من دون عائلتي شاك بالدين بان هذا مو صحيح. عندنا مثل عراقي، يعني عيد عليك، مثل عراقي يقول انا بطفولتي كان قبل ما ينومني، يعني مثل يومني امي تخليني انام اذا ما تقول لي جاك الذيب. ظليت يعني قبل انام، وأباوع حتى الاخوان الاصغر مني نقول له جاك الذيب، يعني قبل ينام ما يعرف الذيب ولا شايف الذيب نهائيا. يعني هو انا عمري سنه وسنتين مستحيل شايف ذيب. فعندما كبرت سالته، قلت له وين الذيب اللي تقول لي؟ قالت هذا ماكو ذيب يجي في البيت، بس اني اخوفك بيه. اكتشفت بان هي لحد الان على فكر الذيب اللي هو باكر يحركها، وباكر اكو جنه ونار، واذا غلطت واذا ما صلت واذا طلعت بالشارع وشعرها طالع تتعاقب تندب بالنار، واذا يعني حبت علن بان هي هاي تندب بالنار. فاني خرجت من الذيب اللي نهائيا، وهم اللي بقوا على الذيب اكبر من الذيب اللي كنت اني افكر بيه. بالضبط بالضبط. هاي النشأة الإسلامية، كل المجتمع مالنا يعني هكذا. أخي أحمد، لوين وصلت مرحلة التدين أنت؟ يعني مرحلة الإيمان بالله، بالدين اللي كنت معتنقه، يعني شو، وين وصلت لمرحلة التدين؟ تفضل. يعني يمكن درجة التدين كانت عندي عن تقريب 10%، يعني شبه ابحث على غير دين، يعني من طفولتي ابحث على غير دين، اريد الدين الصح. كنت يعني ما كنت افكر بان اكو الحاد، اكو رب، افكر بان اكو رب بس ماكو الحاد. فبعدين اكتشفت بان هي الاديان كلها نفس الشيء، يعني من تطلع من الاسلام الطب المسيح نفس الشيء، وكانما قصه كاتبها شخص على حياته، ما قصه كاتبها على مجتمع شلون يعيش، وهاي كتبها على حياته يقدروا يغيرونها.
وصل يعني درجة التدين عندي ما صارت يعني ما كانت يعني متدين، بس عندي اخوان متدينين، اب يصلي، امه متدينة، اشوفهم يصلون ويصومون، بس انا كنت ما امن بهذا الشيء واعرف بانه انت يعني ما ما صليت داعي. نهائيا؟ ها انا ما صليت بحياتي. جود جود مان. طيب كيف وصلت انت؟ يعني اكيد لما وعيت بطفولتك شفت اهلك مثلا مؤمنين، مجتمعك مؤمن. كيف وصلت لمرحلة انه فهمت انه الدين خرافة؟ يعني بطريقة علمية، شو الأبحاث مثلاً اللي قريت فيهم حتى وصلت لمرحلة القناعة إنه الدين هذا خرافي؟ تفضل. القناعة يعني التامة بأن بعد يعني فرضا على قول صديقي قال لي أنت ما ترجع مسلم، قلت له أني لو تحط علي تحطني وتحط علي سيف تقول له صير مسلم حاليا، قلت له بعد ما أصير. قال لي ليش أنت؟ قلت من الزمو، قلت أنا مسلم. قلت له كنت متوقع بأن الإسلام يعني كان عندي 5% 6% بأن أني أفكر أكو إله وأكو شيء، بس حاليا من آمنت بأن أكو أفكار بالإسلام هي تقتل، صار عندي يقين ويقين يعني كامل بأن الدين هو فشي مو إلهي، على مود أموال، على مود الغنائم، على مود هاي الشغلات، لا أكثر ولا أقل. طيب انت حاولت تعلن إلحادك مثلا من قبل؟ اذا حاولت كيف اعلنت مثلا؟ يعني كان يعني كان عندي اصدقاء بالمنطقه مالتي، يعني من المجتمع اللي عايش بيه، من احكي لهم هاي الشغله، من يعني مرات اقول لهم مستحيل، يعني مستحيل الدنيا يقول هيك شيء والحياه هيك تصير، فينتقدوني ويقولون انت جاي تسوي لك هذا ربك، هذا اللي خلقك، هذا اللي خلق الكون، هذا يعني كنت اسكت، يعني اسكت اكثر من ما احكي، يعني اصدف احكي. بس عندي اثنين من اخواني شبه مقتنعين بان مثل ما احكي لهم دوم احكي لهم، مللتهم من قد ما احكي لهم، قلت لهم اسالوا وانا اسال واظل ادور بالشغلات، حتى لو كانت يعني بالدين في ذاك الوقت مجتمع متعصب يعني مسلم خالص، كنت ادور واسال واحرج. اكتشفت بان هذه الشغله انسان مسويها، وكل احنا بشر نقدر نسوي هذا الشيء، احنا لازم نمشي على كتب الاف المؤلفين العراقيين مسوين كتب، مسويها كتبهم، مسويها مسويهم رجال دين وانبياء وائمه وخلاص هم نعبدهم. اشوف الواحد احبه، يعني فرضا شاعر الاديب الجواهري، يعني امشي ورا الجواهري اقول له هو هذا ابي، يعني احبه واحب كلامه، مو يعني نفس اللي جاي يصير هو بالاسلام، لا ما صحيح. أخي أحمد، يعني خلينا ندخل بالموضوع دغري. حدثنا عن ملابسات اعتقالك من داعش، يعني داعش بداية اعتقالك، ليش اعتقلوك مثلا؟ تفضل. داعش بال2004 شهر السادس يوم 11، يوم 11 لو يوم 10 بالضبط ما اعرف، بس هو يعني بهذا اليوم لو يوم 11 يوم 10 كان سيطر على دياله، يعني استوى دخل على دياله، يعني طب على دياله طب على 2014 عم تحكي؟ 2014 2014، اوكي. خذ منطقة اسمها السعدية وخذ نص من جلولا، فاحنا جينا من كركوك، انا جاي من كركوك كنت، فلزمونا بالطريق، لزموني انا وصديقي. بس دقيقة واحدة، نترجم كلمة لزمونة، يعني لزمونة بالعراقي، اللهجة العراقية، فالقبض، القبض أو الإمساك بالمجموعة. احنا يعني المجتمع اللي احنا كنا بالعراق عامة نحكي، يعني القول قبض علينا بناحية السعدية. أنا وصديقي وكانوا ويانا يمكن ستة، يعني ركاب بالسيارة ويانا ست أشخاص الباقيين، كانوا توهم محتلين المدينة، يعني توهم طابين للمدينة وماخذين القطاعات العسكرية من عندها والسلاح والعجلات وهاي.
فباللي زمان نزلونا قالوا انتم وين رايحين؟ قلنا لهم رايحين على بغداد. قالوا انتم مسلمين؟ قلنا لهم مسلمين. قالوا منو عندكم بالجيش؟ سكتنا قلنا ما حد بالجيش. قال راح ناخذكم نحقق وياكم ونرجعكم. اللي مسلم ومو بالجيش لا يخاف، واللي بالجيش اللي بالجيش يعني شغلته منتهيه. اللي نزلني اللي قبض علينا هو فلسطيني، كان واقف بالسيطره فلسطيني ويا عراقيين، يعني من كل الدول. انا اللي شفتهم من كل يعني من كل انحاء العالم. خذونا لناحيه السعوديه، طببونا الناحيه، لقيت يعني شفت اشخاص يعني اللي لازمينهم قبلنا تقريبا بالمئة شخص. أنا من شادين عيني، شادين يعني وصلة مال فعالين أو شيء. أها، عصبين عينك بخرقة بقماش. معصبين عيني، بس من عصب خلى مجال يعني على عيني، خلى مجال. فباوعت يعني شفت هواي عالم لازمينها قبلنا ويدخلوه على المحكمة، الشرعية الأولية. يعني اكو محكمة يشكون بي، هذا اللي يشكون بيه ياخذوه للسجن يخلوه يتاكدون من عنده. واللي الشيعي وهو في الفكر الداعشي والفكر السني هو الشيعي المشرك، هو الرافضي، هذا ينقت القبل يعني ياخذوه قبل يقتلوه. والعسكري اللي هو يفكروه هو الجيش المحتل هو الجيش الامريكان فياخذوه يقتلوه. واللي مسلم السني واللي يقلهم على الصلاة والصوم ومن عشيرة، احنا العراق بيها شهر من عشيرة سنية، يطرقون صراحة. سألوك على عدد الركعات وهالمسائل هي، يعني استفسروا من سألوني على الصلاة، انت تصلي؟ قلت لهم ايه اصلي. قال وين بيتكم؟ احنا بالعراق عندنا اهم شيء تقول العشيرة، يعني العشيرة والدين مالك، أنت سني على سنة الرسول خلاص. أنا كعراقي أضمن أضمن شك واحد سني على سنة الرسول يمشي يضم على داعش ما يقتلوه. أنا أقول لك ما يقتلوه، لأن داعش يمشي على القرآن. أنا اللي شفته من إجا داعش قام يقتل، من ضمنهم قتل صديقي. أنا خذوني طببون عليهم، سألني سؤالين. صديقي لازم عنده راتبة أموال بها ورقة تجي، إحنا بالعراق مصرف الرافدين، فخذوا عليها وهو عسكري حسوا بي فقتلوه. إحنا خذونا طبعا، أنا الشيعي، فخذونا المحكمة الشرعية. إحنا شكوا بينا يعني قالوا لا تقتلوهم، ظلم الحق وياهم. اللي يطلع سني نهده، واللي ما يطلع سني ينقتل، اللي ما يمشي على سنة الرسول. طبعا السني هم اكو اجزاء، يعني السني اللي ما يقول بالصلاة ان الله وملائكته يصلون على النبي، هذا ممنوع. فخذونا قال خذونا المحكمة، يعني نقلونا للمحكمة، ودونا المحكمة الشرعية مالتهم، المحكمة نفسيتها مال السعدية القديمة. خلوني يومين يجيبون اكل، الدواعش هم الاشخاص ما يعذون الا بامر الحاكم، بس هم الحاكم يعني كل 100 شخص يطلع لنا 2 افراج، يعني يقتل 98 و2 افراج. لان انت ما راح تطلب للحاكم، من تشوف الوجه القبيح ماله راح ما تقدر تحكي، يعني اصلا ما تقدر تحكي حتى لو انت مسلم، حتى لو قارئ القران كله تشوف الوجه ماله ما تقدر تحكي، راح ضل ساكت. ظليت 7 ايام، اخر يوم اليوم السادس بالليل طلبونا على الحاكم، انا ورجل شايب. سالني الحاكم هم فلسطيني وفلسطين جنسيه، فشو يعني باللغه الفلسطينيه. قال استريحوا انتوا سنة وشيعة، انت من عشيرة؟ قلت له انا عبيدي اسم شيخ عشيرتكم. قلت له مصر عاصي، طبعا هو يعرف على العراق كل شيء. قال مصر عاصي ما؟ قلت له سعد عاصي ابنه.
قال لي انت سني او شيعي؟ قلت له انا سني. قال عدد الركع، عدد الركع على الشايب اللي بعديهم عدد الركع على. قال انتوا تزورون اول نطاق اهل البيت؟ قلت له انا ما ازور اهل البيت. قال ليش ما تزورهم؟ انت مجتمع شيعي. قلت له احنا متاذين، يعني انا اريد اخلص نفسي طبعا، طبعا اريد اخلص. بالتأكيد. ايه فقلت له احنا مجتمع، احنا مضطهدين من قبل الميليشيات وما نقدر نحكي وضالين ساكتين واهلي يهزموني من المحافظه مالتي الكركوك على مود اشتغل، على مود ما يكتفون الميليشيات. اللي شفته بعيني قدام الحاكم هذا اهم شيء، اللي شفته بعيني قدام الحاكم هو القرآن. القرآن الكريم اللي شفته قدام الحاكم اللي يحكم عليه. طبعا اللي الناس يقتلها كلها يحكم على القرآن. فاني يعني من طلعت من يمه حسيت بان هذا الداعشي هو نفس الآلة تمشي بالقرآن. فالقاتل الصحيح لهذا العالم كله هو القرآن، نص القرآن جاي يقتل بيهم مو الشخص هذا، لان يعني هذا الشخص يمكن باكر يموت ويجي غيره حاكم هم نفس الطريقه ياخذها. العناصر الدواعش هم آلية بيد القرآن وبيد حديث الرسول. فانت اذا تطبق، اذا انا ضليت 7 ايام جابوا واحد يشرب جلدوه، اليوم الثالث جابوا بنت قبل يعني كانت تشتغل ما دعاره ما دعاره. سالت احد وياي من ساجين من عندهم، قلت هاي الدعاره ايش راح يسوون؟ قال راح يرجمونها بالليل. اجوا واحد من عندهم بلغ يعني قال رجمنا الزانيه والله يعني سجل لنا ثواب بها، يعني مثل ما شلون اجابها هو يعني بالدين حكاها، يعني ثواب جاب لنا احنا من رجمنا هذه الحرمه بالحجاره. فمو مشكله، يعني المشكله بان الرجم هو من الاسلام، يعني القتل بالاسلام، يعني ما جايبين معتم شيء. انا اللي شفته يمشون على القران وما جايبين معتم شيء. اذا واحد يريد ينقذ نفسه من داعش بعد ما تطلع بالامه نهائيا بالعالم كله، بان اول ما يقضي على القران على مود يخلص على العناصر التابعه للقران. يعني انت مستحيل تظل تقتل بداعش الاف السنين. احنا نعرف بان تنظم القاعده بان هو كان يمشي على القران وداعش اللي اجى على القران، وكل الدول كانت على القران، وحتى يعني الدين الاسلامي ينتج ارهاب. يعني تظل انت تقتل بالارهاب راح يطلع لك ارهاب جديد. يعني انا باشر ابني، اذا انا مسلم باشر ابني اذا كفر القران قلت له بابا امشي على القران راح يصير داعشي. انا اعترف لك 100% بانه يصير داعشي. المشكله مو بالداعش الشخص قتله، انا اتصور هذول اشخاص آلية بيد القران وبيد الرسول اللي كاتب القران على طريقته وعلى حياته. وهذا بعدين اطلقوا صراحه، قال لي هذا سني ومسلم وما عنده شيء، هدوه واذا واعطوني 45 الف. طبعا هي ماخذينها من العالم اللي قاتليهم، من الجيش اللي اجى بالطريق، من صار سقوط الموصل، من اجى بالطريق هم لزموهم وخذوا فلوسهم وطوني 45 الف. لان هم قالوا عندك فلوس؟ قلت لهم ما عندي فلوس. قال لي اعطيني. قلت له عندي فلوس. قال لي اعطيني فلوس. قلت له ما عندي. قال لي هاك هذه كروه روح بيها لاهلك، واحنا يعني ان شاء الله وبعون الله نجي لمحافظاتكم ونطب لكم. يعني اني هاي ال7 ايام ذني ميت بيهن. يعني انسان شي يقول لي اقول له ايه، لو يعني انت يعني لو تقرب عليهم من يعني من قرب وتشوف الشكل القبيح، يعني شخص شعره عالي واللحيه ما اللحيه مالته عاليه والزي الافغاني والزي القبيح ماله، يعني فد شي. وكل بلداتهم واغلبيتهم لابسين احزمه ناسفه، وبين ساعه وساعه يروح واحد يفجر نفسه على القوات الكرديه على البيشمركه. كل ساعه يقولون نسمعهم راح يروح فرضا ابو عبيده ابو فلان راح يروح يفجر نفسه على المرتدين على الخوارج على الجي. يفجر نفسه وهو فرحان. لازم اكو شيء ورا التفجير. شو انت منو مدخل بدماغك اكو شيء ورا التفجير؟ اكو جنه واكو حوريه واكو يعني حياه اجمل من هاي الحياه.
مثل ما يعني يتوقع هو، يوقعونها له بين حياة أجمل والشهيد يموت يروح الجنة ويستقبلوه. هذا الشخص أنت من تقول لي اللي يكبسل يفجر نفسه، طبعا آلاف العالم يعني هواي شباب بالعراق تكبسل ما فجروا نفسهم، هواي شباب يعني تشرب الخمر يقولك شربوا خمر ما فجر ما احنا بالعكس بالمجتمع العراقي اللي يشرب خمر هو مو مؤذي اصلا، مو مؤذي. يعني انت وين جايبها؟ انا اعترف لك بين اعتراف بين داعش يدرسوهم على القران ويعلموهم الشهاده وشلون تصير الشهاده وعلى منهاج الرسول، على منهج الرسول، يعني مو جايين عن فكر فارغ مثل ما تقول عصابه اني واربعه وخمسه نشيل سلاح ونقول خلينا نسقط الدوله. لا، المجتمع رايتهم بالمجتمع من اجى داعش مو شيء غريب، من طبل موصل محافظه ثاني محافظه بالعراق طبلها، من طبل المجتمع رحب بي لان يعرف جاب القران فتح حق لهم انا راح احكم على القران، ما هو مجتمع كله مسلم، طلعوا المسيح اغتصبوا اليزيديات. انا في اليوم جيت انسحبت البيت من يعني من هدوني من تركوني طلقوا سراحي، رجعت للبيت سالني الشيخ قال ذولا كفره لقيته وسويت له قصه، قال كفره وذول طلعوا عن دين رب العالمين. قلت له اسالك سؤال، قال كنت البنات اليزيديات كلهن، قلت له اسالك سؤال، اللي هو الدين قايل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، وهم اليزيديه احنا مجتمع عراقي نعرفهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، وحتى الرب مالهم غير ربنا، يعني فكرهم غير فكرنا. فانت من تقتلهم وتسب نسائهم مو شيء جديد، يعني هم داعش ما سووا شيء خارج من جيبهم طلعوه، ما كانت كل الغزوات اللي غزوها بوقت الرسول هم خذوا النساء وقتلوا والذبح من وقت الرسول. احنا كنا ندرس بالمدارس مالتنا مدارس عراقيه، كنا ندرس بين خالد بن الوليد هو سيف يعني سيف الله المسلول، يعني احسن رجل يعني الرسول يعني كان قدسه يعني شخص يعني عظيم عنده. بس انا لما قرات على خالد بن الوليد، خالد بن الوليد ما كان راس بشر، يعني مالك ابن نويرة من صار حرب ما اعرف يا غزوة مو يعني مال اموال جمع الاموال، راح علي قال له ليش ما تجمع اموال؟ قال له الرسول مات، يعني خلينا نحكيها باللغة مالتي الرسول مات، انت شنو بعد دعاتك؟ قال له قطع راسه واكل راسه. يعني داعش هم ما يسوي ما يطبق الدين كله، لو مطبق الدين كله كان اكل الروس. يعني سمعت خلاب جدر وغلاو واكل راسه، وهو سيف الله كنا من المدرسه يمكن لحد الان انا ما اعرف طلعوه من القراءه من الصف الاول للصف السادس طلعوه له بعد خالد بن الوليد قدوتنا. يعني ما احنا منين يعني ليش نلوم داعش؟ نلوم افكارنا احنا ننقذ انفسنا قبل نروح على داعش. داعش انت من الطف في النار من طف من سكت القران هو داعش بوحده يسكت. انا اقول لك هو هذا اللي جاي يمر مجتمعنا بالضبط. اخي احمد، يعني يا ريت حدثنا عن التعذيب بالسجون تبع داعش. يعني اذا انت مثلا اذا حضرتك تعرضت للتعذيب ولا الناس اللي حواليك اذا شفت التعذيب، نوعيه التعذيب مثلا في جسدي في تعذيب نفسي، يا ريت تحكي لنا وتحكي للمشاهدين انواع التعذيب واجواء التعذيب الموجوده بالسجن، تفضل. طبعا هي التعذيب بالسجن انت يعني من الطب للسجن وتشوف البشر اللي يعني هم مو بشر، يعني انا اتصور من يعني مو مثل البشر العادي، يعني البشر العادي مو مثل البشر، يعني شيء وحش ما تقدر تحكي وياه. انت مال عذاب نفسي، انت عذاب، انت ميت، انت قاعد ميت، يا ساعه يجرك وياخذك يضربك طلقه وفرحان يعني جاي تحسن بان هو قتلك. اللي يسكر اللي يشرب يرجموه اللي يجلدوه ويجلدوه قدام العالم، يعني اكو سوق قدام المواطنين يخلوه بالشارع يربطوه ويجلدوه يخلصون يهدوه. انا طبعا هذا اكو واحد من اهل السعديه قاعد وياي قام يسولفنا وعلمنا على الصلاه، انا ما مصلي بحياتي بس علمنا على الصلاه ايش كم ركعه ايش كم هاي. قال قلت له انا ما انا سني وما اعرفه، فقام يعلمني هذا سبع ايام علمني وشرح لي على الدين. اكو صلاه يمكن في وقت العشاء قلت صلاه يسمونها صلاه السنه، يعني من تصلي ركع وتخلص
وياهن ركعتين مال السنه. فقلت له شنو عذابهم هنا؟ قال هنا اللي لا يطول مليوط ذول ينقتلون. قلت له زين قتلوا هنا؟ قال لا يطول مليوط يقتلوه، الكافر يقتلوه، الزانيه يقتلوها يرجموها. قلت له زين منين جابوه يعني هالفكره؟ انا سولف فيها، قلت له يعني هذا ما جاي على مجتمع العراق قبل. قال لا موجود بالمجتمع العراقي، بس المجتمع العراقي مو مسلم صح. المجتمع العراقي اغلبيته مو مسلم صح، لو مطبق الدين صح انعرف بان الرجم. قال لي فد قصه، قال لي فد والي ابو بكر في الشام، ف دز لابو بكر قال لي يا ابو بكر عندي واحد يعني فعل فعله اللواطه، وشنو الحل وياه؟ يعني هذا خليفه اللي المجتمع العراقي والمجتمع المسلم كله يعرفه بان هو خليفه وثاني اول خليفه. ف جاء ابو بكر اجتمع بالخلفاء اربعتهم، ابو بكر وعثمان وعمر وعلي، قال لهم اكو يعني اكو واحد عمل لواطه يعني شنو عقوبته؟ فغضبوا كلهم قالوا ينقتل. اختلفوا على شيء واحد، اختلفوا شلون ينقتل. فبادر واحد معتهم قال ينقتل حرق، يعني تحطه بنار. فاتفقوا عليه بان هذا الشخص اللي المليوط او اللايط يحترق بالنار. فدز له خبر قال له احرقوا بالنار، روحوا ومات. يعني هذا تراثنا الديني احنا ما نقدر نغير. انا من يجي واحد يقول لي هذا الشيء مو صح، لا هذا الشيء صح وصار والاسلام انتشر بهذا الفكر احنا. فقلت له شنو عقوبات؟ العقوبات قال لي بالسجن عقوبات مال داعش. شنو كان الاسلام بالسابق في وقت الرسول يفعل؟ جاي يفعلون داعش. داعش نقذت هاي فد شيء يعني مفيد لاخوان الملحدين. داعش نقذت الملحدين بان برزت لهم الدين الصح. اكو ملحد كان متشكك يعني شك بان هو هذا الدين يعني بيه رحمه، خلنا ارجع له اني علاش صرت ملحد؟ يعني فرضا نقول شعره من جلد خنزير، يعني انا صاير مسلم صاير مسلم. بس داعش الدين اجوا اثبتوا الدين الصح، الدين الصحيح هو قاتل. المشكله مو بداعش، انت ما تصير داعش اذا حرم هذا الشخص هاي الشغله وحرم هذا الشخص هذا، وهذا الكافر يطلع من ديارك او يدفع الجزيه او هاي الشغلات، انت صرت داعش، انت من ذاتك داعش. انا مجتمع شيعي نقول شويه يعني ارحم من السنه، بس هو مجتمع اذا طبق يصير داعشي، اذا طبق القانون ماله يصير داعشي، بس المجتمع نقول غض النظر عن الشغلات السلبيه. بس انت والعقوبات، العقوبات اني ما شفت داعش طلع عن طريق، ما شفت داعش طلع عن طريق الدين نهائيا. واني مو ضد داعش، ضد الدين ضد القران. انت اذا طفيت، قلت لك اذا طفيت نار، اذا طفيت نار القران بحتم داعش بعد ما يطلع، لان يعني هو النار القرآن مو شغل داعش، داعش بشر. وتقدر انت تقدر باشر تسوي لك الف داعشي بالقرآن. انا صديقي بالغرفة وينام وياي بالسويد، قلت له اليزيديات حلال قتلهم او لا؟ قال بالدين حلال. اذا هذا داعش قاعد يرمي باشر باوروبا يقتل، هم يقول لك هذا مو كافر. والمجتمع الاوروبي اللي اجوا لاجئين، هذول اللاجئين اغلبيه اللي اجوا ذولا راح يسببون على المجتمع، راح ياثرون على المجتمع ويحسون، مو هسه يحسون بعد 5 سنوات 6 يحسون بان هذا المجتمع اللي اجاهم يطبق الاسلام ماله، واذا طبقه ما يقعد بصفه سويدي. السويد 80% ملحدين او اكثر انا سامع، لان هذا ملحد بعد ما يقدر يقعد يمه. يعني ولا ما طلعت عن طلعت عن السالفه اللي السؤال مالك. ولا يهمك ولا يهمك اخي احمد. يعني اذا بتحكي لنا على الروتين اليومي بالسجن، هلا انت قاعد 7 ايام عنده، مثلا كيف بيصحوكم؟ الصلاه شلون بفرضوها عليكم؟ يعني الاكل الشرب الموقع كم واحد بغرب؟
كل كم واحد بغرفة مثلا، المعاملة، إذا بتحكي لنا عن الروتين اليومي بالسجن، تفضل. الروتين اليومي بالسجن، احنا كنا تقريب 37 واحد بمكان، يعني غرفة صغيرة، يجيبونا وجبة واحدة، ووجبة العشاء يعني يجيبونها فتشي بسيط، يعني شلون يعني جبنة وخبزة بس وجبة الغداء. وهم يعني بالسجن ظليت يوميا يجيبون، يعني يوميا يجيبون سجناء وياخذوهم ويقتلوهم، وثاني يوم يلزمون سجناء. يعني هو الطريق كان طريق المكان اللي بي انا على طريق كركوك بغداد، على طريق كركوك بغداد موصل بغداد. فهذا المكان اللي بي انا يجون عليه الجيش، يجون عليه المرتدين، هم يسموهم الشيعة، فيلزمون بهذا الطريق، فيجيبوهم يمنه، اللي شاكين بيه يجيبوه يمنه، نفس الوقت بس يودوا محكمة يقتلوه. واللي ترى أنا أذكر بس إحنا 13 واحد طلعنا فراج من تقريب 140 أو 150 واحد شفتهم، يعني أكثر من 140 أو 150 واحد شفتهم كلهم قتلوهم. طلعنا 13 واحد إحنا فقط. أحمد، أنت شفت الإعدامات بعينك، شفت إنه الإعدامات، شو طريقة الإعدامات إذا تتفضل تحكي لنا؟ شفت الطريقة، احنا كنا قاعدين، لان احنا ما نقدر بغرفة، احنا يعني ما نقدر نطلع وياهم، نمشي وياهم، نتحرك وياهم. بس كان واحد من عندنا طاب بالتواليت، قال ورانا ساحة، يعني خلف التواليت ساحة، قال تعالوا باعوا، اكو جماعة جابوهم راح ينفذون بيهم، راح يقومون عليهم الحد بنفس المكان. فاني قمنا احنا كل احنا انا قمت وياهم، اباوع من الشباك، جابوا 7 نفرات، لو 7 لو 8 تقريب بالضبط، وياهم واحد عمره 12 سنة طفل، رابطيهم مكتفيهم، وذول قتلوهم، قتلوا رجل يعني كبير بالسن، كبير بالسن، ذبحوه ذبح، والباقين ضربوهم بالرصاص. قلت له يعني بعدين سألته، قلت له ذولا شنو؟ قال ذولا من مدينة السعدية، بس كانوا قبل بعاشور يرفعون على بيوتهم أعلام مال الحسين وعلي والحسن وهاي الشغلات، يعني شبه المتشيعين. فقاموا عليهم الحد كمشركين بالله، ذبحوا الرجل الكبير وضربوهم طلقات قدام عيني. طبعا انا من ضربهم طلقات قلت اني يعني احنا ميتين، يعني خليه يجي يقتلنا احسن، ليش جاي يعذبنا يخلينا بالسجن، خليه يجي يقتلنا. طبعا انا يعني حتى اهلي سووا فاتحه بهاي الشغله، يعني اهلي ساتوا فاتحه، بس هم هذا الشيء شفته بعيني. واللي شفته بعيني بان من طببونا، اول ما دخلونا المكان، اول ما طبينا الناحيه مو بالسجن، كان ضابط ويانا نقيب، يمكن بعدين عرفت بان اكو نقيب ويانا، انهزم وضربوه طلقات ومات مباشر. فقال له اسمع، واحد معتم قال له انقتل، قال له عوفه، قال له هذا عوفه، عوفه تاكل الكلاب، هذا يعني عوفه ياكل الكلب، عوفه بعد ملك شوبي، هذا والله احنا لا نقدر نهزم ولا نقدر نتحرك، لان هو سياج، هو راد يعني يفكر بان ينهزم، يطفر من السياج ويعبر، وهم ما يعرف بان منتشرين دار ما دار المكان. والمنطقه السعوديه كلها حتى المجتمع مالها، يعني حتى شبابهم صاروا داعش، يعني وين ينهزم الا يطير يعني. فقبل قتلوه وعافوه بالمكان نفسه. أخي أحمد، أنت هددوك بالقتل كشخصك، أنت شخصياً هددوك بالقتل شيء يعني؟ اني قالوا لي انت، اني واحد معتهم قال لي انت شيعي، انت شيعي مو سني. قلت له اتق الله، اني يعني بنعتكم بيكم، واحنا السنه بسفينه واحده ومتعذين كله احنا، يعني اذا انت ابن ديني وابن عمومتي تقول علي هيك، الباقيين شو يقولون؟ فحكيت وياه شويه، يعني قال لي لا انا شاك بيك، انت شاك بيك او جن او بالجيش
او شيعي. قلت له انا اشتغل عامل، انا اشتغل بفرن صمون واتق الله وهذه بكركوك، وصار لي فتره اشتغل، ف يعني خليها ارحمني. وانا عندي خوات اثنين ووالدتي وابوي معوق، يعني اذا قتلتني تقتل عائله كامله. فهو قال لي اختصر الكلام، قال لي انت لو تبكي دم انا ما راح افيدك، انت راح تصعد الحاكم. احنا قال احنا من نفيدك، يعني ما نروح نقول للحاكم هذا طلعه. قال احنا ناخذك على الحاكم، الحاكم يفتح القران يقرا عليك ايه، يشوف يا ايه تطبق عليك، انت راح تحكي له، ما راح تحكي له وتخلص، راح يفتح الايه اللي على نصك على كلامك انت، يعني شيعي خلاص هم يفكرون بالقران بان الشيعي مشرك يقتلوه، جندي والامريكان بان هو مرتد حارب جيش الرسول، يعني هم يفكرون بنفسهم جيش الرسول ينقتل. فأنا قلت له ماني سني، وهاي حكمني بآية مال إنهم توابون، ما أعرف يعني قرأ علي آية، وهو قرأها بصوته يعني مو ما على صوته لي، قرأ علي كيفه وقال هدوه هذا من أبناء السنة، وشوفوا إذا عنده فلوس سألوه إذا عنده فلوس. وأنا جنسية مالتي تقرأ العلي عشيرة سنية، فمن يعني من هذه الطريقة ما شكوا بي أنا شيعي وطلقوا سراحي. تمام أخي، يعني أنا بعتقد كفيت ووفيت. طيب إذا بتحكي لنا مثلا، تشمل من يوم ما قبضوا عليك ليوم إطلاق سراحك، تحكي لنا يعني بتختصر لنا إياها بكلمة، شو بتقول عنها؟ تفضل. اذا اختصر لك اياها بكلمه اخجان، اقول لك بان داعش ما طلع عن الدين، وداعش حتى لو احنا هسه نقول ملحدين، اغلب العالم تقول ملحدين كلبين، بان داعش يمثلون الاسلام. وانا اقول بشرفي بان ماكو واحد من داعش مو مسلم، وماكو واحد من داعش ما قارئ قران، وماكو واحد من داعش ما يصلي يوميه. فشنو المشكله؟ المشكله بان مو يعني المشكله شو اختصر لك؟ بان هو هذا الدين، انا اعرف قبل لا يزمون داعش بان هو هذا الدين فد يوم يطبق علينا. يعني انا كنت قبل لا يطلع داعش بالعراق اصلا كنت اقول فد يوم يجي دين يطبق علينا، تطبق هاي النصوص، ليش احنا غاض النظر عنها؟ ليش ابوي مسلم غاض النظر عليها؟ يعني ليش اني ما اصلي ابنه وهو عمود الدين، والفرق بين المسلم والكافر الصلاة، وغض النظر عني راح يجي يوم إذا ما أصلى أنا يرجمني أو يقتلني. فالمشكلة مو بداعش أرجان، المشكلة بأن بالدين مالنا، وإحنا لازم نعترف بأن من 1400 سنة لازم ما نغير ملابسنا ولا نغير شكلنا ولا نغير كل شيء، نغير أول شيء هو نغير القرآن، وإحنا ذاتيا راح نتغير. الدول الأوروبية ما غيرت من لبسها أو شيء، غيرت بالبداية من دينها، لأن كانت آلاف السنين يتقاتلون على الدين. إحنا ظلينا بديننا الصح، ديننا أحسن من الدول الأوروبية، ديننا لحد ما يومية بين فترة وفترة، يعني كل سنة أو سنتين تطلع لنا منظمة إرهابية، ومنظمة إرهابية بشرسة تقاتل تنقتل تستشهد، ومن يستشهد هو الفكرة وراء في الراس، فنريد نقضي عليهم، نقضي عليهم من ديننا. احنا لازم نغير ديننا، لازم نقول هذا الدين اصلا مو صح، الدين هذا الدين المسيح على شخص ودين الاسلام على شخص، وانت تصير انسان مسالم وتشوف الحياة اجمل. بكل تأكيد، بكل تأكيد. طيب أخي أحمد، يعني برأيك، خلينا نرجع لموضوع الإلحاد، شو أهمية الإجهار بالإلحاد؟ هلا أنا وأنت يعني برنامجنا هو برنامج للمجاهرين بالإلحاد، ونشجع طبعا كل الناس إنه يجاهروا بالإلحاد معنا، نتمنى يجاهروا كل الملحدين. يعني برأيك أنت شو أهمية الإجهار بالإلحاد؟ تفضل. طبعا هو اللي الملحد من داخله، انا اعرف انا ايش قلت من ملحد من داخله، لان الاغلبيه ملحدين من داخلهم ويخاف يحكي للمجتمع، يعني خاف يصارح امه او ابوه يقول له انا ملحد،
اني هذا الاله ما مو صح، يعني مو صح الحياه عايشه بدستور الرب مالكم، يعني مال اللي تابعين انتم. اريد اغير فكري. احنا اذا ما نسعى واذا ما نصير مجتهدين ونقدم للمجتمع، راح نضلنا في، يعني المجتمع مالنا نفسه ما يتغير. لازم الملحد يقول انا يعني ملحد بشجاعه، حتى لو يعني خطر على حياته. ما هي خطر على حياتك، صار لك انت يعني الاف السنين انت خطر على حياتك، يعني خايف على خطر على حياتك من تقول انت ملحد. اقول انا ملحد، واللي يعني شو يصير، يعني شو يصير بيك؟ يعني انت من تقول انا ملحد، انا اعرف اذا يظل كل شخص يقول انا ملحد راح نطلع، يعني راح يطلع عدد هائل، وراح المجتمع يستوعبنا. احنا الملحد اكثر الشخص المجتمع يستوعبه، انا شخصيا لا يقل عن، وطبعا بالسر لا يقل عن 25 26 شخص صار ملحد بسببي. يعني بس قلت له، يعني ما انا مو جاي فرضا جاي اضيفه الي، لا جاي اعطيه الحريه، بان اقول له انت فكر صح واقرا صح وشوف من الدين الصح. راح تلقى الاديان كلها فتشي مو يعني عظيم، يعني عندنا مؤلفين وكتاب الاف، يعني كل من سوى له كتاب او سوى له دستور للمجتمع صار نبي وصار الدين ماله قوي ويحارب الدين الاخ. فهو الصحيح اذا انت تفكر وشوف من اقرا عن ربك، اقرا القران. انا اقول كل ملحد خي يقرا القران، يقرا القران طبعا يخاف من عنده. اني عم نقرا القران اخاف، اني عندي صديق وياي مسلم بغرفه، من شغل القران طبعا ينصي بصوت ناصي، طبعا اللي يقرا الصوت بالقران صوته ناعم، ف يعني لو يغني صوته كل جميل، فهو صوته كل جميل. فيقرا، انا من اسمع الكلام طبعا هو يسمع للصوت الناعم، هذا اللي وياه بغرفه هو مسلم يسمع الصوت الناعم. شلون افرض انا اسمع كاظم الساهر، اني صوت جميل، اسمع فيروز، اسمع، هو يسمع الصوت الناعم بس ما يعرف الكلمات. انا اركز وين الكلمات، اقول هذا الشخص المفروض يقوم يكسر موبايل، يعني يقول ايش جاي يحكي، وين يوديني؟ يعني انا اقاتل اليهود والنصارى، انا على شنو اقاتلهم؟ يعني شو ما عندهم كتاب اصلا امر بقتلي، وحتى لو امر هو بقتلي، انا ليش ما اصير مسالم؟ انا ليش ما ابادر بالسلم؟ يعني ما يقدر يفكر بالصوت الناعم والكلمات اللي انا ما قل... انا اعرف بالقران اكو كلام هواي يعني طيب، بس هاي بنشأة الاسلام. انا اعرف بنشأة الاسلام، اول ما نشأ الاسلام هو كلامه طيب، وحتى المسلمين السائل يقول لك الرسول كان جاره يهودي، اعرف كان جاره يهودي، بس انه بالاخير قام يقتل اليهودي بعد عنا الاف الكيلومتر. هاي اعرف بها، هاي بدايه الاسلام، بدا بنشأة مسالمه، فيسمع كم كلمه مسالمه بس انت افتهم، يعني يقول انا راح اطبق القران كله. تقدر تصير انسان؟ طبق القران كله من بدايته لنهايته، شوف نفسك تقدر تصير انسان؟ لا ما راح تصير انسان، راح تصير انسان وحش، ما تقدر تطلع المجتمع، ما تقدر تعيش في المجتمع، ما تقدر تقابل المجتمع، لان المجتمع راح تقدم والقران جاي اجى بوقت متاخر. يعني انت امريكان اذا طبوا العراق يصير ياخذون نسوانا كلها سبايا؟ يعني هذا ديننا يقول احنا لو طبنا على الامريكان بالاسلام كان خدنا نسوانهم كلها سبايا، وهذا بشرع الاسلام. كل الاسلام السني والشيعي، قاعد يقول واحد شنو الشيء السنة الشيعي يقول السبايا، يعني لو طابين على امريكا، على امريكا احنا ماخذين نسوانهم كلها سابينها؟ يعني هذا الشيء يدخل بالدماغ؟ ما طبوا هم لنا وما سبوا نسائنا، لان الجيش الامريكي ما له شغل بالدين، الحكومه الامريكيه ما لها شغل بالدين. احنا مو، انا مو ويا امريكا او غير دوله، بس اقول لك الدين اذا طبق الانسان ما راح يصير عادي، يصير وحش. بكل تأكيد أخي، يعني الدين الإسلامي إذا تطبق بكل تأكيد الدين وحشي، يعني وشايفينه نحن على داعش يعني. طيب أخي أحمد، يعني أنت كشخص تسعى أنه تفهم الناس اللي موجودين عندنا بالشرق الأوسط، شمال أفريقيا، المجتمع المسلم، أو خلي مجتمعك، نقول مجتمعك المحلي، ناسك، أقاربك، أهلك، هل تحاول إنه تفهمهم يا جماعة أنتوا على غلط؟ تفضل.
أرجون على غلط، على غلط هم. يعني كل جمعة، كل جمعة في بيت، في يعني بيت الله بالكعبة، ينعلون اليهود وينعلون النصارى وينعلون الروافض وينعلون الملحدين. زين انت شلون تنعل، تنعل هذا الشخص وما تريد يحاربك؟ يعني انا بالنسبه لي اقول يعني ما ادري شلون العالم ساكته عن هيك عالم جاي وباسم الدين. يعني هذا الدعاء، اكو دعاء هذا الحمد لله رب العالمين ناصر المؤمنين مذل الشرك والمشركين، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة بالسيف على للمؤمنين. يعني شو يعني شنو رحمة بالسيف؟ انا اريد اعرف، انا اريد اجيك للبيت واجيك بسيف، شو تقول لي انت؟ تقول انت جايني برحمه لو جايني تقتلني؟ يعني شلون قلت رحمه بالسيف للمسلمين للمؤمنين؟ يعني المؤمنين يعني هيك مغفلين بان يصدقون بان واحد جايهم بالسيف، بان هو مسالم مبعوث لك هو بالسيف. يعني بعد، بعدك في وقت الرسول لو كان، لو كان يعني اكو طياره او مدرعه كان نزل الرسول مبعوث عليكم بالمدرعة أو بالطيارة رحمة عليكم، أو بالصاروخ أو بالطلقة. يعني هو كان ماكو بس سلاح السيف في وقت الرسول، وهو أخطر سلاح، فمبعوث بالسيف لكم رحمة. يعني أنت بس، أنا المسلم من داخلها بدماغه يقول هاي كل يوم جمعة تنقرأ في الكعبة، يعني ما يقول هذه، وما يقول ايش جاي يصير بينا احنا؟ يعني احنا بشر لازم نمارس حياتنا، لازم نمارس الحرية. انا لحد الان ما لقي الشخص حر، حر حر غير الملحد. الملحد فقط هو الحر اللي يقدر يحكي على كل الاديان، ويقدر حتى اللي يحكي علي انا، حتى اللي يستنقذني استقبلها، لان انا ما عندي دين استند عليه مثلك انت. ولا تحكي على عبد، انت لا تحكي على عبد نهائيا، المسلم او المسيحي او اليهودي لا يحكي على عبد. العبد الاول هو المسلم والمسيحي واليهودي، هم دول عبيد، احنا مو عبيد، احنا ما نعبد. احنا المجتمع الوحيد الملحد اللي ما يعبد واحد، واحرار. وحتى لو متنا احنا احرار نكتفي بان شو نقدمه للمجتمع، نقدر نسوي شيء لاستمرار الحياه. احنا خلاص ونحب الحياة، احنا نحب الحياة اكثر من عندكم، انتم تحبون الشهادة، احنا نحب الحياة، احنا ما نريد الشهادة. بالضبط، يعني مثل ما بقولوا الملحد اللاديني الملحد حر بذاته، لانه لا يتبع خرافه ولا يتبع هذه ولا يقدس شيء يعني نهائيا. طب اخي احمد، اذا هل تشجع الاجهار بالالحاد؟ تشجع مثلا الملحدين اللي لا يجاهرون؟ يا ريت كنت، اذا بتشجعهم وكيف بتشجعهم يعني؟ تفضل. أني طبعا أنا أشجعهم، يعني هذا شفت شيء ينقذ نفسه ويحرر نفسه ويقدر يقول أنا ملحد. ترى مو مشكلة بأن شخص يقول ملحد، يعني أنت منين خايف؟ يعني أنت إذا فكرت ووصلت عندك فكر بأن أنت ملحد الحدث، يعني بأن هذا الشيء غلط، يعني ليش ما تقول؟ يعني ضل ساكت على الغلط لحد ما يعني يطلع ابنك وتسويه مسلم وتخاف، يمكن حتى ابنك صار حد قال له أني ملحد. بس انت لو صارحت عائلتك قلت لهم انا ملحد، انا قرأت عن ديني، ديني مو صحيح ما اقدر اعيش عليه. انت جاهر، انت اسعي، اسعي لحرية غيرك. انا طبعا انا هذا البرنامج شفت برنامجك هذا الطيب، انا لا يعني ما اعرفكم من قبل، بس انا اعطي حرية لغيري، اقول له يعني يابا انقذ نفسك، انت بقفص، انت شو وقت تطلع من القفص؟ شو وقت تقدر تقول انا ملحد؟ طبعا انا من عائلة، خلي تابعني، انا من عائله مسلمه، ويمكن اذا شافوني يعني حتى يعني يقتلوني، توصل درجه الى قتل. بس انا الى متى، الى متى انا يعني ظل ساكت؟ انا اعرف الحقيقه وظل ساكت. اذا انت، انا اعرف الحقيقه وساكت، واخجاني اعرف الحقيقه وساكت، واحمد حرقاني اعرف الحقيقه وساكت، من اللي راح يحكي؟ من اللي راح يقول انا ملحد؟ انت قول انا ملحد وخلاص، اكشف نفسك، افضح الاديان اللي مهيمنه عليك، انزع الثوب الذل اللي صار لك سنين لابسه انت، خلاص انت حر. اني ما اقول لك تعال، تعال عيشني او تعال وكلني او تعطيني راتب، لا لا لا، انت بس انقذ نفسك من
من شيء اسمه سكوت، يعني ظل عمرك كله ساكت الى متى؟ انا اعرف يعني اعرف بالعراق عالم يعني ماتت وهم ملحدين، ما قدروا يقولون ملحدين. فهذه انا ما يتاثر بي، اصير يعني كبير بالسن واني ما قايل ملحد، فهذه عار علي، يعني عيب علي، يعني لازم اقول لاخوي انت غلط، انت هذا الدين مره غلط، راح يقتلك ويقتل اطفالك، انقذ نفسك، انا انقذ نفسي، اقول ابن عمي صديقي، ذولا انقذهم. انت من تجاهر بيهم وتقول لهم بان هاي الفكره، انت وصلت شيء لهم احسن من وصلت تقول لهم صلوا، احسن من تقول لهم صلوا، تنقذه بان انت راح تطلع المجتمع، يعني هو راح يفكر حر، شو يريد يسوي يسوي، يقدر يمارس حياته، كل شخص بشخصيته، يعني ما يتعدى على واحد، الحقوق الانسان معروفه، ما يتعدى على واحد، انت طلقت واحد، طلقت للشخص حريته، بس تقول انا ملحد، تكشف نفسك ولا تظل ساكت، اذا ظل ساكت ترى انا وانت، فابقى على اللي يصير بيك وابقى لا تلوم احد. انا ما الوم، انا عراقي ما الوم اي واحد، المجتمع مالنا العراق ما الوم، وما يعني ما اقول هذا خطيه اللي جاي يصير بي، لا مو خطيه، احنا مجتمعنا ما غير من نفسه، احنا صار لنا 1400 سنه ماشيين على الاسلام، والاسلام كل سنه سنتين يطلع لنا مجتمع ويطلع لنا رجال دين يقتلون وخلاص، هذا اللي صار بينا، لازم نغير احنا من انفسنا وبعدين يلا نلوم المجتمع. العراق شنو العراق؟ العراق نعتب على الحجر، يعني نعتب عليه من نعتب على الحجر او التراب او الزرع او النخل، نعتب عليه من غير احنا الاشخاص، احنا العراق، انا وانت العراق، وانت وسوريا، انت وجون والاخ ولبنان كذلك، هو احنا مجتمعنا، لازم نغير من مجتمعنا، بعدين هو المجتمع العرض والزرع، لا تخاف من غير من نفسك، هي بحالها تتعمر، تنقذ نفسك وبعدين يتعمر. يعني بكل تأكيد أخي أحمد، يعني نحن إذا ما غيرنا المجتمع راح يتم إلى الأبد بنفس الطريقة ماشي، يعني خصوصا المجتمع الإسلامي، يعني هو قائم أصلا على الوراثة وعلى وراثة الخرافات هاي والأشياء. فنحن إذا ما حكينا وغيرنا فما أظن في أي جهة تانية ممكن تغير، يعني الملحدين هم الأساس في التغيير الحقيقي. يعني البقية بيجي لك بقول لك والله ثورة إلحادية، ثورة دينية، وما بعرف هالحكي الفاضي، بدنا نجدد الدين. شو بدك تجددك؟ تجدد الإرهاب يعني؟ فللأسف أخي أحمد، شو رأيك أنت بمستقبل الملحدين؟ شو شلون شايف بمستقبل الملحدين أنا وأنت والأشخاص الموجودين على الفيسبوك على النت، الحركة التنويرية هاي القائمة بها الملحدين، شلون بشوف مستقبلهم؟ تفضل. طبعا انا يعني حتى لو ما سالنا هذا السؤال مجاوب على هذا السؤال، احنا مستقبلنا انا يعني اعتقد راح يعني مرر الايام الجايه راح عددنا يكثر، لان احنا الفكره هيك ما طلعت للمجتمع، يعني اعتقد طلعت بس بسرعه، قدرت الاديان تطغى عليها. حاليا المجتمع المصري وايد ملحدين، المجتمع السوري وايد ملحدين، جاي شبابه وايد يطلع ملحدين، الفيسبوك مالي كله اصدقائي ملحدين، يعني اغلبهم من الدول العربيه من العراق، يعني فاشوف الثوره الالحاد اللي راح تقوم على صح، واحنا الثوره الوحيده ما نريد نقوم بالسيف، يعني ما نريد نقوم بالسيف، نريد نقوم بالحوار، يعني بالحوار، انا ما يعجبني دينك، انت خلاص لا تفرض علي، ما انت عشت وياي تقتلني، لازم انا اساعدك، انا احاول اساعدك مره مرتين مية، بان انت دينك يريد يقتلني، تقبل انت دينك يريد يقتلني وانا جاي اعاملك بالسلم، هذا اي انسان حتى لو مجنون هم يقبلها، ما يقبل بهالفكره. فاحنا مستقبلنا، انا متامل بان بيك انت والاشخاص الملحدين اللي قبلي طلع يعني ضروا على البرنامج، وطبعا هواي غيرنا ملحدين جاي يطلعون بقنوات مصريه وقنوات عربيه، راح يغيرون المجتمع، راح احنا طبعا فد شيء سريع راح بسرعه ينتشر بالمجتمع، لان المجتمع شاف الاسلام الصحيحي واكتشف بان الاسلام هو المشكله. انا اعرف يعني الاف العالم عرفوا بان المشكله، ضباط بالجيش العراقي عرفوا المشكلة، بأن مو بال المشكلة مو بالحاربة داعش، المشكلة بالدين،
ولازم تغيير الدين مو تغيير الاشخاص. الاشخاص هو مواطن يصير، تقدر تسوي ارهابي، تقدر اذا انولد بمصر يصير مصر مسلم، واذا انولد بالسويد يصير ملحد، واذا انولد بامريكا يصير مسيح، واذا انولد يعني مو الاشخاص هم آلة بيد القران يعني. فاحنا راح ننتشر بسرعه لان عرفوا المشكله مو بالاشخاص. وحتى اذا انتشر الالحاد راح المجتمع يعني يسهو، مو ما يظل على هالحال هذا. بالضبط بالضبط أخي أحمد، شكرا كثير لك لتواجدك معنا يعني، ووصلنا لآخر الحلقة. إذا في عندك كلمة أخيرة تقولها لجمهور البرنامج وللناس عموما، تفضل. أشكرك جون، وأني أقول لك كلمة أخيرة بأن اللي هي هاي الكلمة يعني أرجع أكرر بها، أظل أكرر بها، اللي هو اللي الملحد خليه يقول، يعني يقول أنا ملحد يعني ما بيها شيء، يعني مو ينقد نفسه. وأكو شخص يعني ثاني خايف نسمع هذا يقول أنا ملحد، الشخص اللي شوية خايف يمكن يطلع يقول أنا هم ملحد، الاخ هم يقول انا ملحد، احنا كلنا ملحدين يعني ليش ما نقدر نقول. هو هذا اللي اطلب من اخواني واصدقائي، طبعا احترامي للجميع، واحنا ما نهاجم، انا ما اهاجم مسلم ولا اهاجم كل شخص. المسلمين انا اعتبرهم يعني اهل بيد القران، انا هواي اصدقائي مسلمين احترامي لهم، بس انا مو يم المسلمين لاشخاص. قلت لك المشكله بالنص، المشكلة بالنص اللي مكتوب لهم واللي يمشون عليه. احترامي لك ولبرنامجك ولمشاهدينك، واعذروني على الإطالة، خاف يعني كنت طولت بالكلام وأنا آسف. لا ولا يهمك يعني، حلقة أنا استمتعت فيها بصراحة، حلقة ممتعة، وشكرا لتواجدك معنا، ويعني أضفت لنا كثير بصراحة واستفدنا من الحلقة. وأعزائي المشاهدين، يا ريت يعني أنا بتمنى من كل أخوتنا الملحدين جاهروا يا جماعة، جاهروا بأي طريقة تقدروا يعني، خلونا نوصل صوتنا طبعا يعني. بتعرفوا شايفين بلادنا شو عم يصير فيها، والتغيير ما راح يجي إلا من عنا يعني، التغيير ما راح يجي الا على ايدي الشباب الملحدين يعني. تيجي تفكر انه شيخ راح يجي يغير، هو راح يجي يغير للأسوأ. هذا يعني اختبرناه على مر التاريخ الاسلامي الموجود، ومر تاريخ منطقتنا للاسف. شكرا كثير لكم، والى اللقاء في حلقه قادمه، وشكرا لك اخي احمد. شكرا لك، شكرا لك جون، مع السلامه. شكرا لكم، يلا سلام عليكم.